أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة وبالتحديد من منطقة بيت لحم. إحنا ما زلنا في دراسة شخصيات ميلادية، واليوم رح أتكلم عن شخصيتين لعبوا دور مهم جداً في الأحداث التاريخية لتتميم الإرادة الإلهية. عاوز أتكلم عن هيرودس الكبير، هيرودس الملك اللي كان حاكم أرض فلسطين في تلك الأيام، وعاوز أتكلم عن أغسطس قيصر اللي استخدمه لتتميم المشيئة الإلهية ولا سيما حول ميلاد الرب يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة من منطقة الهيروديان حتى نتكلم عن هؤلاء الشخصيات. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح؟ حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جداً، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. He was called Herod the Great only because of the fact that he was again in charge for quite a while, 37 to 4 BC. He was the one who established Palestine and Judea and Samaria and Galilee under his control. He rebuilt the temple, for goodness sake. He built 7 great fortresses in the land. In 12 years, he sculpted out a harbor on the Mediterranean where there was no harbor, called Caesarea. So in terms of building operations, in terms of the grandeur of a ruler over there, yeah, he was Herod the Great. أهلاً أعزائي المشاهدين، من منطقة الهيروديان بقرب بيت لحم عاوز أتكلم في هذه الحلقة عن شخصيتين، عن شخصية هيرودس وشخصية أغسطس قيصر اللي لعبوا دور مهم في التوقيت الميلادي في تلك الأيام. طبعاً البشير لوقا اللي كاتب إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل بوحي من الروح القدس، هو كان طبيب ويعتبر مؤرخ دقيق جداً في معلوماته ولا سيما الأحداث المعاصرة في تلك الأيام. البشير لوقا بيتكلم إنه وقت ولادة يسوع المسيح كانت في أيام هيرودس الكبير أو هيرودس الملك، وبيتكلم في الإصحاح الثاني من بشارة لوقا: وصدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول تم في أيام كيرينيوس والي سوريا. طبعاً بالنسبة للوقا هو مؤرخ دقيق جداً، لكن كتاباته هي بوحي من الروح القدس. طبعاً السؤال: من هو هيرودس الكبير المذكور في الكتاب المقدس؟ لما بتسافر في الأراضي المقدسة لا يخلو مكان من بصمة أو أثر أو مكان اللي بتشوف فيه اسم هيرودس أو عائلته في كل مكان ولا سيما في هذه المنطقة. هيرودس الكبير كان يعتبر أدومي، أهله طبعا الأب أو الجد اعتنق الديانة اليهودية، أمه كانت من الأنباط يعني من منطقة أدوم، وبعدين فتح أورشليم في سنة 37 قبل الميلاد بمساعدة الرومان. إذا أردنا أن نصف شخصيته: سافك دم، قاتل، ماكر، زاني، مجرم،
قاسي، متعجرف، متكبر، طاغية، قتل كل شخص طامع بعرشه. تزوج بعشر نساء، وواضح أنه ما كانش مبسوط في زواجاته لأنه قتل الكثير. وهو نفس الشخصية اللي جاءوا المجوس وسألوا أين هو المولود ملك اليهود. بما أنه هيرودس الكبير طبعا كان عنده ولاء كبير لمارك أنتوني، بتتذكروا قصة الحب بين مارك أنتوني وكليوباترا في مصر، كان بيحكم من مصر المقاطعات الشرقية، وكان هيرودس بيقدم ولاء. ولكن عندما مات مارك أنتوني راح إلى طبعا يتقابل مع أغسطس قيصر وحتى يقدم له الولاء، وفعلا بطريقة سياسية محنكة قال أنا فعلا كنت يعني عندي الولاء لمارك أنتوني وما زلت عندي الولاء، ولكن أنت بتثق في شخص اللي عنده الولاء هذا أن يكون الولاء كمان لإلك. أعجب طبعا أغسطس من حكمة هيرودس، لأنه كان محنك سياسية أو كان بيعتبر داهية سياسية. فبما أنه خلفيته طبعا أنه ثقافته يونانية، شخص أدومي، اعتنق الديانة اليهودية، متزوج من الأنباط الجزء العربي اللي فيه، وطبعا عنده ولاء للرومان، فكل هذه الثقافات اللي كان بيتمتع فيها هيرودس جعلت منه حاكم انه يحكم بدهاء وانه يحاول يرضي كل الأطراف. طبعا استمر حكمه في هذه البلاد أكثر من 30 سنة، وعشان يرضي كل الأطراف طبعا بنى كثير أماكن تخليد لأغسطس قيصر صديقه، فبنى قيصاريا ماراتيما على البحر الأبيض المتوسط، وبنى أكبر ميناء قديما لدرجة أنه بنى الميناء في قلب البحر، وبنى قصره في البحر وجاب المي، وعمل أكوادكت، عمل قناة من سفح جبل الكرمل إلى قيصاريا حوالي 15 كيلو متر، وبنى سباستيا في نابلس، وبنى في أورشليم أبني كثيرة من قصور كثيرة، بنى ساحة الهيكل ومهد الهيكل، عمله مسطح، وبنى الهيكل ليرضي اليهود، ثم بنى قصره، وبنى قلعة أنطونيا للحراسة بجانب الهيكل، وبنى قلاع كثيرة منها الهيروديان اللي أنا موجود فيها، قصره وبيته موجود في داخل هذا الجبل وغطاه كله، وهون حوالي كله قصور، والأرضية كلها برك لهيرودس الكبير لأنه كان عنده جنون العظمة كبناء. وطبعا رغم كل هذه الأبنية وكل هذا العمران، لكن كان مصاب بمرض الهواجس والشكوك، وعنده شيء ما يسمى بجنون العظمة، يعني كان يقتل كل شخص كان بيطمع في عرشه. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. The nativity was set in motion, of course, by the great Augustus himself doing a census. And he was known to take censuses. So many critics claim that he would never have taken a census in the Holy Land. Well, when Augustus died, he was buried in, of course, the Augustan mausoleum, and in front of it were two bronze columns in which Augustus lists the 36 things for which he most wants to be remembered. Point number 8, I took a census of the empire 3 times. And scholars think it was the middle census that was first announced in Rome around 8 BC that finally found its way to far-off Palestine 3 years later in 5 BC, the year in which Jesus was born. Well, there is some confusion on this point where it talks about a census was ordered by Caesar. And a lot of people think, oh, that means like today where we do a census taking and we do it in 1 year or we do it in 6 months or something like that. But the Roman Empire was vast.
And by standards 2,000 years ago, there's no such thing as a telephone or a television, or there's no internet. And these kinds of things would take place like in a rolling sequence, region to region. So it'd be a period of many years, region by region, that a census would be taken. And what it typically did was assess the value of the land, its potential for productive yield, how much grape, wine, wheat, and so on, what kind of labor, how much usable building stone can be produced, how much timber. It was an assessment of the economic value of the land. Well, Joseph had family and evidently property, but at least family, in Bethlehem, and so this was part of the census. He had to see and protect his own business interests. That's what was going on then. And so they had to make this trip. Don't forget, Mary is expecting. There may well have been an element of shame. I don't see how that would be avoided. People would think that this conception was out of wedlock. And from Joseph's point of view, this might be a good time to take care of business in the south in Judea. أعزائي، منواصل دراستنا عن شخصية هيرودس الكبير. مثل ما ذكرت إن هيرودس كان بحاول يرضي كل الأطراف، كان بحاول يرضي الرومان وكان بحاول يرضي اليهود أيضا. كان طبعا ذكي، كان داهية سياسية، لكن عنده عقلية اللي بتتمحور حول ذاته، لأنه كان عنده مرض يسمى جنون العظمة. في بداية حكمه، لما ابتدأ، أحرز انتصارات كثيرة مبتدئا من الجليل وحتى وصل إلى أورشليم. أخته سلومي مشهورة طبعا بالكتاب المقدس وأيضا في كتابات المؤرخ يوسيفوس. كل هذه الانتصارات، لكن من جوا كان مضطرب نفسيا وكان دايما عنده كآبة. هذا الشخص هيرودس كان سافك دم وقتل طبعا العديد، تزوج 10 نسوان، قتل كل طامع، قتل زوجات تنتين اللي كان متزوجهم، في قتل زوجته المفضلة اللي تزوجها اسمها مريمان، اللي هي من الحصمونيين، عائلة الحصمونيين اللي عصر المكابيين بين العصرين، وعارف انه كل اليهود بيحترموا هالعيلة وبيحبوا هذه العيلة. لكن حتى في اواخر حياته قتل زوجته مريمان، قتل اخوها، وقتل حتى حماته، وقتل ناس كثيرة. من هيك بنفهم انه لما سمع عن يسوع الملك، عندما سألوا أين يولد أو أين هو المولود ملك اليهود، منشوف كيف اغتاظ جدا وكان عصبي وكان عاوز يتخلص من يسوع المسيح. قتل أولاده ألكسندر وأرستوبولوس، قتل ابنه الأكبر أنتيباتر المفروض يعني يأخذ العرش بعده، وهذا بدلنا على شخصيته المعقدة. يمكن كان عنده عقدة الهوية، صغر النفس، يمكن من مظهره، لأنه ابتدى حياته شاب مفتول العضلات وقوي، عنده صحة وجسم حلو، لكن في أواخر حياته أصيب بأمراض كثيرة، والمؤرخ يوسيفوس تكلم عنه بإسهاب، أنه مش بس كان شكاك وكان بيقتل كل من بشك فيه، لكن كان عنده أمراض جسدية، آلام مبرحة، مات ميتة شنيعة، كان عنده أمراض في أمعائه، دمامل وقروح في جسده، لدرجة أنه كانت ريحته طالعة. وقبل ما يموت أمر أنه يلقوا القبض على كل شرفاء يهوذا حتى يقتلوهم، حتى يكون في بكاء، سبب للبكاء عند موته، لأنه عارف أنه اليهود كانوا بيكرهوه. فعندما مات طبعا أخته أمرت بإطلاق سراح الشرفاء ونبلاء اليهودة.
يا اليهود. وبحسب المؤرخ يوسيفوس إنه مات هيرودس ودفن وقبره في منطقة الهيروديان، اكتشفوه من فترة من أكم سنة اكتشفوا قبر هيرودس، وهذا إن دل على شيء بدل على صحة الكتاب المقدس. هيرودس لعب دور مهم في أيام المسيح اللي كان حاكم هذه البلاد، عنده ولاء للإمبراطورية الرومانية حتى يحكم، وكانت فترته لا بأس أنه استطاع أنه يحكم بيد من حديد ويتمم السلام، وهذا اللي كان بدهم إياه الرومان. لكن عندما مات انقسمت مملكته لأولاده الثلاثة. أرخيلاوس كان بيحكم اليهودية، كان فاسد وشرير، قتل 3000 يهودي في هذه المنطقة، أقالت الحكومة الرومانية. ثم هيرودس أنتيباس اللي له الشهرة في الكتاب المقدس، اللي قطع رأس يوحنا المعمدان، واللي وقف يسوع أمامه عند المحاكمة في أورشليم، واللي أيضا تكلم عنه يسوع قال قولوا لهذا الثعلب. ثم هيرودس فيليبوس كانت فترته فترة سلام، المنطقة وين يسوع كان بيخدم في كفر نحوم، والمنطقة الشمالية في قيصرية فيليبوس. هذا الحكم بفترة الهيرودس كان بيلعب دور مهم جدا في تتميم الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية عند ولادة يسوع المسيح. مات 4 قبل الميلاد، ورجع طبعا يوسف ومريم من مصر وسكنوا في الناصرة. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. قال البشير والمؤرخ لوقا: وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول. المؤرخ لوقا شخصية دقيقة بكلامه لما بيتكلم عن تاريخ ميلاد الرب يسوع المسيح. هذا الاكتتاب أو هذا الإحصاء تم في أيام أغسطس قيصر. أغسطس اللي هو غايوس أوكتافيوس ولد سنة 63 قبل الميلاد، اتبناه طبعا عمه العظيم يوليوس قيصر، لكن اغتيل يوليوس قيصر سنة 44 قبل الميلاد على يد أصدقائه في السنتور في السنة اللي هو بروتوس وكاسيوس، وبعدين هربوا إلى منطقة فيليبي، لكن أوكتافيوس ومارك أنتوني لحقوا في معركة عند فيليبي هزموهم ورجعوا. لكن المملكة أو الإمبراطورية الرومانية كان لها أقسام، الجزء الشرقي كان بيحكمها مارك أنتوني، وطبعا رجع أوكتافيوس إلى روما وتوج وأصبح طبعا أغسطس قيصر. كان لما ابتدأ كان عمره 19 سنة، شاب صغير، لكن يعتبر واحد من أهم الشخصيات في تاريخ الإمبراطورية، يعتبر داهية سياسية محنك، واشتهر إنه الإمبراطورية تكون مترامية الأطراف، وبنى المدن والطرق الكثيرة حتى يربط كل المقاطعات في روما قديما. طبعا بعد ما هزم مارك أنتوني وقضى على جميع منافسيه أصبح قيصر، حكم حتى 14 ميلادي. من خلال فترة حكمه مش بس إنه رتب الإمبراطورية، وكانت فترة سلام اللي بسموها السلام الروماني باكس رومانا، لكن كان أيضا بأواخر حياته شرع في عمل إحصاء لكل الإمبراطورية. الغرض من الإحصاء حتى يجمع الضرائب،
حتى يظهر مجده وعظمته نفوذه وسلطانه. وفي بعض الأماكن وين أعطى حكم ذاتي ممكن يكون للتجنيد العسكري، وهذا الإحصاء كان يتم بمجموعات معينة من الناس في مناطق جغرافية محددة. عندما جاء طبعاً ميعاد إحصاء اليهود كانت لازم تتم مثل ما كان اليهود بيعملوا، عن طريق السبط ثم العشيرة ثم العائلة، ولازم يذهبوا إلى نفس مكان السبط. ونشوف كيف الله استخدم أغسطس قيصر إنه يوسف ومريم تركوا الناصرة إلى بيت لحم لأنهم من نسل داود، حتى يتمموا النبوات في العهد القديم إنه المسيح يولد في بيت لحم، وحتى فعلا يتم إنه المسيح اللي جاء من النسل الملكي. وهذا طبعا إثبات آخر كتير مهم اللي هو حفظ الأنساب، حفظ تام النسب ولا سيما من سلالة داود. الإحصاء ابتدأ قبل الميلاد. كيرينيوس كان قائد عسكري طبعا، يعني مذكور عنه تاريخيا، وكانت الفترة الإحصاء أكثر من 10 سنوات، وكان حكمه كقائد من 8 إلى 4 قبل الميلاد. لكن بيذكر عن إحصاء آخر لوقا في أعمال الرسل إصحاح 5:37، في أيام كيرينيوس اللي تحول من قائد إلى حاكم طبعا بعد الميلاد، وتم هذا الإحصاء خلال فترة 10 سنين. لم يكن يعلم إنه أغسطس عم بتمم مشيئة الرب إن يروحوا بيت لحم ويولد المسيح في بيت لحم لتتميم النبوات. فإذن منشوف إنه الله بملء الزمان بيستخدم القوة الرومانية، الحضارة الهيلينية والخلفية اليهودية، وبيستخدم هيرودس الكبير، وبيستخدم أغسطس قيصر حتى تتم في هذا الزمن ولادة يسوع المسيح. The setting into which Jesus was born was, of course, the Roman Empire of the first century AD. The person in charge at the time of Jesus' birth was Caesar Augustus himself, the first emperor of Rome, who was in charge from about 30 BC for a long period, didn't die till 44 years later in 14 AD. He has, of course, at the time, a client king, that is a governor acting as a Roman governor, but he did have the title king. His name was Herod the Great, and he was in charge locally in Judea and Galilee and Samaria, and he was the one, of course, who then cooperates with whatever Augustus says in Rome. أعزائي من بحيرة طبرية، راح أختم هذه الحلقة عن أغسطس وعن هيرودس. الكتاب بيعلمنا في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. اخترت هذه المنطقة لأنه شهدت أحداث كثيرة، وحول بحيرة طبرية من الجهة الأخرى الطريق الكبير فيا مارس اللي بيربط أرض ما بين النهرين إلى مصر قديما. والعاوز أقول إنه سواء هيرودس أو أغسطس بكل إمكانياتهم، بكل دهائهم، بكل سياساتهم، الرب حرك كل هذه الظروف حتى يولد المسيح في ملء الزمان وحتى يولد في بيت لحم. مع أنه قصة محزنة بالنسبة لهيرودس كيفية قتل الأطفال بيت لحم، لكن بحسب البشير متى بعلمنا أنه كيف هذا الشيء تم لتتميم نبوة في سفر أرميا، وأيضا من مصر دعوت ابني حتى يتمم كل التفاصيل في تتميم هذه النبوات. وبالنسبة لأغسطس قيصر رغم أنه كان يعتبر العصر الذهبي، فالله استخدم القوة الرومانية واستخدم الحضارة اليونانية واستخدم الخلفية اليهودية حتى يجمع كل شيء لتتميم إرادة الله إنه فعلا
يولد المسيح في بيت لحم. وهذه الشخصيات الميلادية سواء إيجابية أو سلبية لعبت دور في تتميم النبوات. من بحيرة الجليل، من بحيرة يسوع المسيح، بتمنى من كل قلبي أنك تباركت خلال هذه الدراسة. الرب يباركك.